انتصف نهار القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل نشب صباح اليوم بعدد من المحال التجارية بسوق الجمعة بالسيدة عيشة. وقال اللواء مجدي الشلقاني مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، قال إنه تم الدفع بعشرين سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق. وأوضح أن رجال الحماية المدنية يواصلون عمليات التبريد، مشيرا إلى قيام أصحاب المحال الموجودة بالسوق بتخزين كميات كبيرة من البضائع بطريقة غير آمنة، وهو ما يصعب من مهمة رجال الحماية المدنية. هذا والتقت كاميرا النهار اليوم بعدد من أصحاب المحال المتضررين من حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة. نتابع. المحل هنا محل أوض نوم جديدة، يعني الخسائر ما تقلش عن 300 ألف، كلها بتاع التجار، يعني مش فلوسنا، بنمضي وصلات أمانة لحد ما نبيع الحاجة دي وبنديهم حقها. فإحنا قمنا الصبح أصلا، يعني كانت النار كلت المكان فما لحقناش اي حاجه. الموضوع اللي هو سوق التونسي اللي هو اسفل الكوبري، هو متعدد الحرايق. النهارده كان في 6 فروشات زي ما حضرتك شايف كده في الصوره، حصل فيهم حريق. البحث الجنائي جاي دلوقتي والمعمل الجنائي جاي يشوف اسباب الحريق ايه، نظرا لتعدد المشاكل دي والحرائق المستمره نتيجه الفروشات العشوائيه اللي هي بتسبب خطوره على الكوبري وعلى المواطنين. معالي المحافظ المهندس عاطف عبد الرحمن اقترحنا مكان 25,000 متر على مقربه من هنا، تعمل سوق حضاري للناس دي ننقلهم فيه. ومن هناك مباشرة ينضم إلينا الزميل كريم الشيخ ليطلعنا على المزيد من التفاصيل حول هذا الحريق الذي تمت السيطرة عليه. إليك كريم، تفضل. قبل قليل من الآن انتهى المعمل الجنائي من أعمال بحثه وقام بأخذ عينات من هنا من هذا السوق يعني للوقوف على أسباب الحريق التي نشبت منذ 6 صباحا ويعني استمرت قرابة 3 ساعات حتى قامت سيارات الإطفاء، حوالي 18 سيارة إطفاء بإطفاء هذه الحريق التي نشبت ب6 باكيات أو 6 محال تجارية كلها متعلقة بالموبيليا. لا يعني إصابات ولا وفيات هنا في الحريق الحمد لله حتى اللحظة، وبطبيعة الحال لازالت بتتابع قوات التأمين او قوات الامن التابعه يعني المنطقه للحادث خوفا من حدوث اي يعني اثاره من قبل الاهالي المتواجدين هنا. ايضا قوات الامن قامت باخذ عدد من الاهالي لسماع شهاداتهم بالقسم التابع له هذه المنطقه وهو قسم البساتين. فيما عدا ذلك تقوم القوات لوادر او جرارات تابعه للحي يعني رفع بقايا الحريق، ويعني ربما دقائق او ساعات من الان وتعود المياه مره اخرى الى مجاريها في المنطقه. بطبيعه الحال رئيس حي السيده زينب كان قد اعلن لنا في وقت سابق عن انه سيتم يعني بناء 25,000 متر مربع ل يعني محلات تجاريه لهذه او هؤلاء الاهالي الموجودين هنا، وسيتم نقلهم في خلال 4 أشهر من الان. شكرا جزيلا كريم الشيخ، كنت معنا مباشره من مقر سوق الجمعه حيث نشب هذا الحريق، شكرا جزيلا لك كريم.